هدفك يا فينيسيوس، هدفك يا فينيسيوس، فينيسيوس طول العارضه. يو هلا والله بجماعه الخير، كيف حالكم؟ احنا اليوم في اول فيديو في سنه 2022، طبعا معكم كالعاده اسامه تومي في فيديو جديد. ادري اني سحبت عندي مده، لكن احنا حضرنا للدخول بقوة في هذه السنة. ان شاء الله بوعدكم راح نقوي في الرتم، ان شاء الله تكونوا بخير في هذا العام، وان شاء الله تكونوا بصحة وسلامة وعافية، وكل عام وانتم بألف خير. ادري اني سحبت على الفيفا كثير، وعدكم في الفيديو السابق ان الفيديو الجاي راح يكون فيفا 22 ونكمل فيه مهنة مدرب في هذه اللعبة. طبعا الحلقة الفارطة تعاقدنا مع ريال مدريد، اتصل بنا فلورنتينو بيريز من اجل انقاذ الريال والعودة الى المجد وإلى البطولات. راح نبدأ في الحلقة الثانية وراح نشوف ايش التغييرات وايش الاشياء اللي راح تكون في ريال مدريد. يلا شباب راح نبدأ الفيديو، كيف ما قلنا لا تنسوا انكم تسووا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتدعمونا باللايك، وان شاء الله يكون المحتوى عجبكم. ويا اخي انا دخلت متحمس في السنة الجديدة، راح ادخل بقوة، كفاية اني اكون مستحي امام الكاميرا او شيء وراح اتصرف طبيعي يعني مثل ما اتصرف في الحياة، لاني في الاول كنت مستحي مع الكاميرا. ان شاء الله تمتعكم الحلقة، يلا see you next. طبعا شباب انا الحقيقة تخطيت بعض المباريات، كيف ما شفتوا خرجنا بمباراة متعادلين مع فريق وولفسبورغ، شفنا ريال مدريد ماذا يستحق الريال، ما هي نقائص ريال مدريد في هذا العام، لكن مازلنا حقيقة مازلت انا اشوف اني المراكز المنقوصة في الفريق. طبعا فزت على فريق شاندونغ تايشان على ما أظن صيني أو ياباني هذا الفريق، فزت عليه 5-1 كيف ما تشوفوا، وبعدها لعبت أمام فريق وولفز وفزت على فريق وولفز 2-1 وتأهلت أول في المجموعة بسبع نقاط. بعدي وولفز أيضا تأهلت معي في المجموعة. طبعا احنا راح نلعب أمام أولمبيك مارسي في نصف النهائي شباب كيف ما تشوفوا، وأرسنال راح تلعب أمام وولفز. يلا شباب راح نلعب امام اولمبيك مارسي، يلا اداره الفريق راح نقوم بعض التغييرات، نعطي الفرصه يا اخي يوفيتش، يا اخي مظلوم يوفيتش مع زيدان، يلا راح اعطيه الفرصه. انا هنا كامافينجا راح يلعب مكان كاسيميرو، فينيسيوس جونيور مكان اسينسيو، سيبايوس راح نلعبه مكان كروس، وراح اعطي الفرصه لبردي ايضا مكان مودريتش. بسم الله راح نبدا المباراة شباب، يلا. اوه اجواء جميلة اليوم في المباراة، شوف يلا هزار هزار، كرة ممتازة، كرة رائعة، تمشي كرة، يلا فينيسيوس 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 فينيسيوس، كرة خطيرة مرة تسيري تسيري ترجع كرة، يلا مندي يلا مندي، عندك رائعة يا مندي رائعة يا مندي رائع يا مندي رائع يا مندي، تمشي الكورة ممتازة، الريال يوفيتش يوفيتش، يلا فينيسيوس فينيسيوس، والحارس يا سلام، توزيع رائع، تصعد بالراس هذه الكورة، اوه الحارس، اوه يا 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 كورة خطيرة مرة خطيرة مرة، بس كيف كرة ممتازة، اوه كرة رائعة كرة رائعة كرة ممتازة كرة رائعة كرة ممتازة، والتصويب والحارس يا اخي يا اخي ايش هذا الحارس يا اخي، تمشي فينيسيوس تمشي كرة ممتازة كرة رائعة ينطلق، يلا سيبايوس سيبايوس فرصتك فرصتك يا سيبايوس، كامافينجا في الطاولة كامافينجا كرة ممتازة العب كورة، اوه ممتاز فالفيردي رائع يا فالفيردي رائع يا فالفيردي فالفيردي، كورة ممتازة يا هزار 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 هزار، ماذا تفعل يا هزار ماذا تفعل يا هزار، والله حاسس اني راح اندم على هذه الفرص، حاسس اني راح اندم على هذه الفرص، يلا فينيسيوس جونيور فينيسيوس 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 كورة رائعة لوكا يوفيتش، اوه رائع يوفيتش رائع يوفيتش يوفيتش، اوه حارس عالمي يا اخي، ليش لما العب ضد فريق حارس يكون عالمي، ليش ليش ليش، كورة ممتازة فينيسيوس، ما فيش ولا احد ما في ولا احد، راس اوف، انتهاء الشوط الاول صفر مقابل صفر شباب. شوف كم تسديدة لريال مدريد، 8 تسديدات 4 منهم على المرمى وهم تسديدة واحدة، والله سيطرة كبيرة من الريال، الحظ ليس معنا يا شباب، الحظ ليس معنا. يلا مدريد يلا مدريد يلا مدريد يلا مدريد يلا هلا مدريد،
لا 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 حذاري، هذه الأخطاء اللي أنا ما أحبها. سيبايوس سيبايوس، يوفيتش يوفيتش، هزار هزار، تمشي الكرة يوفيتش، كرة رائعة، حذاري حذاري، يلا لوكاس 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 لوكاس، فاسكيز فاسكيز، أوه كرة ضاعت، الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. صعب تصويب، اوب 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 اوب. قلت لكم راح اندم على الفرص المضيعه والله يا رب. شوف شوف شوف، نقوم بعض التغييرات، هازار بيل يدخل، مودريتش مكان سيبيوس، يلا فينيسيوس فينيسيوس، يلا كره ممتازه وصلت الى مندي، مودريتش فرصه كبيره، جول 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 جول، كامافينجا يا عالم، كامافينجا كامافينجا، التعادل لمدريد التعادل لمدريد يا سادة، يلا كما فين كرة ممتازة، الريال تحاول، الريال كما فين كما فين كما فين، بيل 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 بيل، والثاني مدريد الثاني مدريد. شوف تغييراتي كانت في محلها، اقحمت جارث بيل، اتى بهدف الفوز، رائع 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 يا بيل. شوف الكرة طويلة تمشي بالراس عند الريال على برايا، فينيسيوس جونيور، مودريتش حرك اللعب، مودريتش حرك اللعب، مودريتش جارث بيل مرة أخرى، جارث بيل والثالث بيل والثالث بيل والثالث، جارث 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 جارث، كرة الثالث من جارث بيل، تغيير تكتيكي عالمي من المدرب، يرشح الريال إلى النهائي في هذه البطولة يا سيدي. جارث بيل جارث بيل، والله رائع جارث رائع يا جارث رائع يا جارث، فينيسيوس هدفك يا فينيسيوس هدفك يا فينيسيوس فينيسيوس، والعارضة، شوف جارث بيل مرة أخرى، كرة ممتازة، التصويب والحارس مرة أخرى، عالمي الحارس عالمي الحارس، فينيسيوس 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 فينيسيوس، التصويب والحارس مرة أخرى، يا ما هذا الحارس يا سيد، دقتي الصافرة من الحكم سيدتي سيدتي، الريال رسميا في النهائي، أداء عالمي حقا، الريال يقدم أداء عالمي سيدتي سيدتي. النهائي ما بين ريال مدريد وأرسنال، أرسنال فاز 2-1 على وولفز، والريال فاز 3-1 على أولمبيك مارسيليا. عرض انتقال لسيبايوس، سيبايوس ما بين 12 مليون و 18 مليون، وليز يقدم 16 مليون 600، يلا نحاول ان نبيعه ب 19 مليون، يلا يلا يا سيبايوس، يلا يا اخي يخرج من الريال يا اخي، ما عاد يريدك في الفريق، وجماهير الريال ايضا في الحقيقه لا تريد ان يكون سيبايوس في ريال مدريد. شباب اهلا بك، تفضل. سنكون على استعداد لدفع رسوم انتقال 16 مليون و 600 الف يورو، راح اقدم رسوم انتقال جديد، راح اعطيه يلا نعطيه 18 مليون و 800 يلا. وافق، ما هذه السهولة، شكرا شكرا، يلا يلا روح احكي مع سيبايوس وتم مع الصفقة، يلا يلا امشي انا امشي غور امشي، نبدأ المباراة امام ارسنال، مباراة النهائي، راح العب بهذه التشكيلة وبعدها اقوم بالتغييرات، لدينا ايسكو، يلا ايسكو راح نعطيه فرصة في هذه المباراة، وراح يكون مكان فالفيردي، راح اعطي فرصة لبلانكو، يلا راح اعطي فرصة لبلانكو، راح نحاول ان نقحم بلانكو في الشوط الثاني على ما اظن، ادري انها بطولة ودية لكن كأس الصداقة تكون اول لقب للمدرب اسامة ويعطي للجماهير المدريدية جرعة كبيرة من الحماس، يلا كريم بنزيما تمشي الكرة، مدريد مدريد اسينسيو بنزيما بنزيما، تصويب يلا كرة، والكرة والهدف الأول، يا سلام يا سلام، توني كروس يا سادة توني كروس يا سادة، كفو عليك يا توني كروس، يلا 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 ماشي بالعين، أول هدف لتوني كروس، 1-0 ريال مدريد، توني كروس يأتي بالهدف فقط، نيكولاس بيبي يلا يلا ركز ركز ركز، أوديغارد أوديغارد
أخي لاعب أسطوري بابا يان، كان ظلم نفسه لما راح أرسنال، كان لاعب عالمي مع دورتموند والله. مودريتش كان ثنائي عالمي، خط وسط أفضل خط وسط في العالم. وبالتأكيد النادي الملكي في إسبانيا وأكثر فرق حصولا على لقب الدوري، كرة هدف لأسينسيو، فرصة ما زالت قائمة بعد مرة ثانية الحارس. يا سلام يا سلام على هذا الحارس، يا سلام ممتازة مندي، مندي كاسيميرو، كاسيميرو يخسر كرة في مكان صعب، التصويب حذاري من الأخطاء، هذه هي الأخطاء التي تؤدي إلى الأهداف يا سادة. وكورتوا يتألق في أول كرة تأتي على مرمى، تمشي ديكارد وبوميانغ، حذاري حذاري من الكرات، حذاري من الكرات، حذاري من الكرات، حذاري من الكرات، بارتي حذاري من هذه الكرات، حذاري من الكرات، ضغط 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 من الأرسنال، ضغط من الأرسنال، يلا اوه الراس، حذاري يا كورتوا ينقذ الموقف يا سادة، كورتوا ينقذ الموقف، تعود الكرة أوديغار طويلة، يلا يا كورتوا رايا كورتوا، انتهى الشوط الأول، مدريد 1-0، كاسيميرو إلى ميندي، كاسيميرو ميندي، كروس يا سلام 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 على مدريد يا سادة، شوف كروس شوف التمريرة، شوف اللوحة الفنية للريال، شوف اللوحة الفنية للريال، شوف اللوحة الفنية للريال، مودريتش شوف الحارس يا سادة. نسوي بعض التغييرات، إيسكو مكان مودريتش، وبلانكو أيضا مكان كروس، رودريجو مكان أسينسيو. شوف 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 التيكي تاكا، شوف التيكي تاكا، شوف التيكي تاكا، شوف التيكي تاكا، با 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 والتغطية ترشع لنا وتنتهي المباراة رسميا، الريال بطل كأس الصداقة يا سادة، كامبيوني كامبيوني، اولي اولي اولي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الكأس الأولى للمدرب أسامة مع الريال، أول بطولة، أدري أنها غير رسمية لكن أول بطولة وأول كأس للمدرب أسامة مع ريال مدريد. حتى أنا عرض لماريانو شباب، يلا ماريانو يلا، أنا أبغى ماريانو أنه يخرج من الفريق حقيقة، أنه لاعب فاشل في ريال مدريد ولا يستحق أنه يحمل قميص مدريد. يلا 8 ملايين 8 ملايين، يلا اقبل 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 8 ملايين يا أخي، إن شاء الله تكون كل الصفقات سهلة بهذه الطريقة. تم بيع سيبايوس رسميا وتم بيع ماريانو رسميا، كل ما أخطط له الآن أنا أردت أنه يخرج كل هذه اللاعبين، والآن تأتيني عروض من أجل شراء هذه اللاعبين. طبعا قيمة جارث بيل 26.9 مليون، يلا نتفاوض على 27. معروفة إدارة أتلتيكو مدريد لا تريد أنها تعطي عديد النقود في اللاعب، يلا ضيخ يلا خرج خرج يا ضيخ تفاوض يلا. أوكي تمت الصفقة، فايخو رسميا راح يخرج من ريال مدريد ويروح على أرسنال، يلا إن شاء الله تتم الصفقة مع فايخو، إن شاء الله هو يوافق يا أخي. فايخو تم بيعه، يلا 3 لاعبين خرجوا من مدريد، توتنهام تريد ناتشو ب 21 مليون و200 يورو، أوكي راح أبيع ناتشو، أوكي 25 مليون يورو خرج ناتشو، أوكي وتمت إعارة ميغيل، ندخل في الليغا رسميا شباب، ندخل في الليغا، ولحد الآن لم أقوم بأي تعاقد في الليغا. أوه ميزانية انتقال أصبحت 236 مليون يورو، راح أحاول أني أتفاوض مع كيلين مبابي، أدري أنها صعبة لكن راح أحاول أني أتفاوض معه. أوه ماي جاد كيلين مبابي قيمته 253 مليون يورو، راح أحاول أن نتعامل مع النصر الخليفي أن نعطيه النقود ونعطيه لاعب، يلا 200 مليون يورو وجارث بيل، يلا هو غير مهتم أنه يأخذ جارث بيل ويريد 347 مليون يورو، يعني نصر الخليفي كلب المال والله كلب المال، راح أعطيه 250 ولوكا يوفيتش يا أخي، وافق أوكي وافق على كيليان امبابي سيكون رسميا في فريق ريال مدريد، راح نتفاوض الان مع كيليان امبابي ونشوف هل كيليان امبابي سياتي للريال او لا يا سادة.